لازم افرح وما اسوي صوت وما اصرخ على المود امي ما تجي وتطقني. يا جماعة تدرون شو هو وان مليون باليوتيوب؟ وان مليون ما شاء الله. بسم الله انا عندي بالتيك توك 4 مليون مشترك ما شاء الله، وفرحت على الوان مليون باليوتيوب اكثر من 4 مليون على التيك توك. بظن لانه عدد جديد، تطبيق جديد. هلا ضل بس يكون عندي 1 مليون بال شو اسمه بالانستغرام. جايز هذا الانستغرام مالي، روحوا ضيفوني هنيك، ما ضل شيء، ضل بس يمكن 5000 ونصير 100000 مشترك. وهنيك بحط ستوريات يوميه، بحط يومياتي، مو يومياتي كلها. اوكي بالانستغرام مالي برجع اكتب اسمه، لا تنسوا روحوا ضيفوني هنيك. انا دائما هنيك بسوي فعاليات، بسوي اسئله، بسوي يعني بضل هنيك يعني معظم وقتي ومعظم يومي بالانستغرام. سو يلي حابب يشوف يومياتي ويلي حابب يشوف ستورياتي يروح يضيفني، راح احطه مره بمزح معكم مره. شكرا من كل اعماق قلبي، اريد احكي لكم هواي شكرا. ارنو شو عم خبص بس اتس اوكي. هاي الحماس والفرحه اللي بتعمل. سو جايز بتشكر كل حدا عمل لي فولو، كل حدا حكى لي كلام حلو، كل حدا عمل لي لايك، كل حدا حكى لي كمان كلام بشع. انتم مفكرين انه لما بتحكوا لحدا كلام بشع راح تاثروا فيه؟ شوف انا اكثر واحد اذا سبيتوني ضليتوا تسبوا لبكره ما راح اتاثر ابدا، راح اضحك وبعدين اتس اوكي. إذ أنا بأخذ التنمر، بأخذ المسبات بشكل مو جدي، أوكي؟ يعني أنا أكتر وحدة ما رح التنمر ما رح يعمل فيها مفعول. سو بس عم تضيعوا بطاريتكم على الفاضي، يلي بيتنمر علي واللي بيسبني واللي بيسبني أنا بحبه، أوكي؟ فعشان سكر هالموضوع. ليش بصرت بحكي هيك؟ بحكي هيك لأن صار عندي 1 مليون. أو ماي جاد، جد بحكي حرفيا إيش أشخاص يعني مثلا واحد عمل لي كومنت عم يسبني فيه أو هيك، ترى أنت بتساعدني عشان يعني الفيديو هذاك يطلع للعالم تاني، لأنك بتكتر علي الكومنتات. سو يسلموا كتير يلي تعليقات السلبية، أنتوا هيك بتعطوا تفاعل للقناة، أوكي؟ فإذا ما بتحبوا حدا لا تكتبوا لي تعليقات سلبية. أنا عن حالي ما يعني ما لو تكتبوا لبكره ما رح تزعجوني، بس في حدا تاني يمكن ينزعج من الفا قل خلينا اصمت. سو اي حدا مشترك بقناتي والله يسلموا كل اعماق قلبي، وبحب كتير العالم اللي بتحكي لي كومنتات كتير حلو، بتفتح النفس مثل وشهم، يعني كومنتات حلوه مثلهم. يا اخي كل كومنت ينعكس على الشخص، يعني من كومنت بعرف اذا الشخص حلو اور نوت. والله اللي الحلو يعني بتقول لي كومنتات حلوة والمشترك عندي وما بي يعني بيضل متابعني، أحبك هواي هواي هواي، أعشقك أموت فيك. أنا مش بحكي. شوفوا بنص السالفة تذكرت لكم شغلة، كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك. يعني وصلنا على 1 مليون أقل من سنة واحدة. الله تبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله. هلا صحيح انه انا فاتحه قناتي من 2021 يمكن تقريبا هيك، ماني متذكره، بس انا ما اشتغلت على قناتي هاي لا قبل سنه، مو حتى سنه كامله. يعني كنت فاتحتها بس كنت احط مرات، وكان عندي يعني اول ما اشتغلت عليها كان عندي 30 كي، اوكي 30 الف مشترك من دون ما اشتغل عليها. يعني كنت احط مرات وبحكي اوه ما راح اوصل ل 1 مليون، ما راح يوصل ل 1 مليون، بس انا ما بعرف انه لازم تشتغل على الشيء عشان توصل لهدفك. مثل ما عم قلكم دائما، اذا بدكم شيء اشتغلوا عليه ضروري راح توصلوا له اخر شيء، لان الله لما يشوفك عم تركض ورا الشيء اللي بدك اياه ما بيضيع تعبك على الفاضي. حابه اني اوثق معاكم هاللحظه، يعني اشوف لايف هيك الفولورز مالي يزيدوا، بس ما لقيت ولا موقع اشوف منه فولورز صحيحه. يعني اكو مواقع بس ما بيعطوا الفولورز الصحيحه، بنقصوا لك كم فولور. سو ذاتس واي
ما عملت معاكم رياكشن بس المهم اني عملت لكم هالفيديو وما نسيت اني اتشكركم وبحبكم كتير كتير كتير. حس هالفيديو كتير قصير بس انا سويته عشان اتشكركم وبحبكم كتير 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 صراحة اعشقكم اعشقكم. ماكو شي غير هيك. احبكم هواي باي بلد بتتابعوني وباي مدينة بتتابعوني وشباب بنات اي حدا بيتابعني احبكم كتير كتير كتير. تقبل الفيديو الجاي. باي باي.